حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل طبعا اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل اتصال رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. اكو في الوقف السني والوقف الشيعي، اكو مخصصات خدمة المذهب. خلي اسمعني الشعب العراقي، 200 مليار للوقف الشيعي، صفر للوقف السني. شنو ما اعرف والله. الموازنة الاستثمارية، يعني هسه واقع حال، ايهما تضررت يعني المساجد، المدارس الدينيه، المناطق السنيه اكيد نور الارهاب. 2 مليار للوقف السني، 49 مليار للوقف الشيعي. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. نريد ان نتحدث في هذه الحلقه حول مطالبه دول في التحالف الدولي، دول كبرى، حكومة العبادي بتقديم ضمانات مقابل مشاركتها بمؤتمر المانحين الذي سينعقد في الكويت. طبعا مسؤولون عراقيون كشفوا في بغداد عن شروط وضعتها مجموعة من الدول الغربية لقاء مشاركتها في مؤتمر المانحين المخصص لإعادة إعمار المدن العراقية المستعادة من تنظيم داعش شمال وغرب البلاد، والمقرر انطلاقه في 12 من شهر فبراير شباط الحالي في دولة الكويت ولمدة يومين. طبعا يأتي ذلك مع تسريبات تؤكد عزم الحكومة تنظيم صندوق إعادة إعمار المدن المحررة كما أسمت، ليرتبط مباشرة برئيس الوزراء ويتم إشراك محافظي ومسؤولي المناطق المستعادة، ويسمح للدول المانحة وممثل عن بعثة الأمم المتحدة في العراق بمراقبة الأموال التي تمنح والمشاريع التي سوف تنفذ في هذه المدن، بهدف تبديد مخاوف الدول المانحة من مشكلة الفساد في العراق كما معروف، ومخاوف من ضياع أموالها التي ستقدمها إلى العاصمة بغداد. وزير عراقي تحدث مع صحيفة العربي الجديد، تحدث عن وجود تردد، أسماه بتردد لدى عدد غير قليل من الدول الغربية حول الموافقة على المشاركة في المؤتمر الخاص بالمانحين للعراق في الكويت، من بينها دول أعضاء في التحالف العسكري ضد تنظيم الدولة بقيادة واشنطن. ولفت الوزير إلى أن 80 دولة وجهت لها دعوات رسمية، وهناك أكثر من 32 دولة منها عدة دول مهمة ومعروفة بمساهماتها الكبيرة بمثل هذه المؤتمرات. يقول لم تبلغنا موقفها على الحضور أو موافقتها على الحضور حتى هذه اللحظة. أكد أن 9 دول منها طالبت بضمانات فيما يتعلق بهوية البلاد المدنية ومنع التهميش والإقصاء على أساس طائفي وديني وإنهاء سطوة الميليشيات ووضع حد لملف انتهاكات حقوق الإنسان، باعتبار أن هذه الملفات يعني خلفت البيئة المناسبة لتنظيم داعش في العراق، واستمرارها يعني أن عودته أو عودة نسخة أخرى مشابهة له غير مستبعدة على الإطلاق في السنوات الخمس المقبلة. الوزير أضاف: سمعنا هذا من مسؤولين في دول عدة على هامش مؤتمر دافوس قبل أيام، وحتى الدول التي ستشارك لديها تخوف أيضا من موضوع ما الذي يضمن عدم عودة الإرهاب مرة أخرى لتدمير المدن وتذهب المليارات التي سنتبرع بها، والسياسة هي نفس السياسة من جانب الحكومة، لم تتغير فيما يتعلق بالشق الطائفي بالتعامل مع العراقيين.
الوزير أكد بأن رئيس الوزراء حيدر العبادي تسلم تركة طائفية كبيرة من نوري المالكي وفشل في إصلاح كثير منها لأسباب كثيرة، ولفت إلى أن دولة آسيوية قدمت في عام 2007 يضرب مثال مشروع إعادة تأهيل مستشفى في محافظة الأنبار خاص بالولادة وخاص بالأطفال، تم ذلك بمنحة منها، والآن تم تدمير أيضا كما دمر في المرة الأولى خلال المعارك بين الجيش الأمريكي وتنظيم القاعدة في ذلك الوقت. وهذه الدولة اعتذرت عن المشاركة اليوم، وتحدث كذلك الوزير بأن الكويتيين يحاولون أيضا من خلال علاقاتهم ترغيب الدول المترددة بالمشاركة في مؤتمر المانحين لمساعدتنا، وكذلك تفعل الولايات المتحدة من خلال عدة مسؤولين في الخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية في بغداد. لكن بشكل عام هناك انطباع بأن حجم المنح التي قد يسفر عنها المؤتمر لن تكون ضمن سقف التطلعات الذي يسعى إليه أو تسعى إليه الحكومة في العراق، بسبب التخوف من عدم قدرة حكومة العبادي على معالجة الخلل الذي سببه والذي أدى إلى ظهور تنظيم داعش. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع، لماذا هذا التخوف من قبل الدول المانحة لحضورها لمؤتمر الكويت وتخوفها من ضياع هذه الأموال؟ معنا اتصال محمد من كربلاء، تفضل محمد. شلونك علي؟ أهلا وسهلا بك. كويس، فساد واصي للضالي بهاي الحكومة، وين ما تروح فساد، بالدوائر فساد. أنا أدى معاملة وديتها صور معاملة ورد المعاملة وعدك أرض تقاعد، وأنا خدمت 50 سنة وكل شيء ما حصلت. نعم علي، فأنتم من تحشون هيتشي بس لا تجيبون طالب سنة وشيعة. علي طالب سنة وشيعة وكل احنا نشارك، هل انت راح تشوف البرنامج وصيح ميليشيات وميليشيات؟ والله الحظ على ما راح تحكي، راح تجي ميليشيات وميليشيات تتكلم، ما حد يتصل بيك. ارجوك تبعد السنة وشيعة وميليشيات وبيت خير ودلع نحكي لك الهموم. أبو محمد، إحنا ما حاشين بموضوع سنة وشيعة، إحنا دا نحكي بموضوع مؤتمر المانحين بالكويت. يقول لك الدول الغربية يتخوفون من إعطاء الأموال، والأموال راح تروح تذهب إلى 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 جيوب الفاسدين. ألو أسمعك، تسمعني؟ إيه والله صراحة كنا سنة وشيعة وميليشيات وخميني والدخل أبيض. خلي حل برنامج صحيح، فساد فساد والحكومة مو خوش حكومة وما انتخب، بس اتمنى تقول محمدين وشيعة ترى السنة والشيعة أخوة، الله وكيلك ويحبون علي ويحبون الحسين، بس لا تقول ميليشيات وشيعة ومحممين ومدري شنهم من هالسوالف هاي ترك هاي، واحنا العالم كله تسمعنا، احنا نقلد صح، احنا نقلد السيستان والسيستان تاج روسنا، لا تشبع السيستاني تقول واحد يبقى الحرب ضاري ما تقبل. نعم، نحن لا نتحدث عن موضوع طائفي، بل ننقل صورة وسياسة الطائفيين في العراق. يعني كش ما حصلت مع الحكومة هاي. نعم يعني فما دخلت. نعم محمد، عندك شيء تضيفه محمد؟ زين محمد، أنت برأيك يعني هذا التخوف من دول غربية داعمة للحكومة، تتخوف من أنه الأموال راح تروح إلى جيوب الفاسدين، ما يتم بها إعادة إعمار المدن المدمرة، يعني وصل إلى هذا الحد، وصل إلى حد أنه يتم يعني وضع مراقبين من الأمم المتحدة ومراقبين دوليين ليراقبوا هذه الأموال بعد مؤتمر الكويت. كيف؟ علي؟ ما اسمعك والله ما اسمعك. محمد تسمعني هسه؟ اسمعك اسمعك. من يوصل الحد إلى وضع شروط من قبل الدول المانحة أنه لازم نعرف هاي الأموال وين راح تروح، وراح يخلون مراقبين من الأمم المتحدة. وين وصلنا إلى هذا الحال؟ صحيح 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 صحيح. حد شكله صحيح. نعم. صحيح
الاساس هذا موجود. انا اقول لك اسلحنا حملنا صحيح قلت لك انا خدمت 40 سنه طلعت من الدوله في شيء ما حصلت لا قطعت ولا شو اسمك والله الحظير نفسك احد للمجتمع. نعم اي شنو الحل برايك؟ شنو الحل برايك؟ الحل انا اقول لك الحل يصير حزام واحد والتفرقه ما اريد ولا هذا سلمي ولا هذا يا حسين ولا هذا يا صفوي ولا هذا يا مرفوضي ونتفق بيناتنا. نعم أني أشكرك أني أشكرك أشكرك أخ محمد من كربلاء. كان معنا اتصال أبو أحمد من الرمادي. تفضل أبو أحمد. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أحييك وأحيي القناة. حياك الله. أنا أرد على أخوي محمد من كربلاء. إحنا موضوعنا إحنا بالنسبة للشعب العراقي والله هي عشيرة واحدة وماكو فرق بين سني وشيعي وهو الرجل تحدث وهو قال كذلك ليس هناك أي فرق. نعم. أي فرق ماكو والله احنا عشيرة واحدة وخانوا بنغلت ماكو فرق لا سني ولا شيعي ولا كردي وإنما الدمران هذول السياسيين اللي جونا من الخارج هم اللي فرقونا فرقوا الشعب العراقي. نعم وأنا حي أخويا محمد من كربلاء لأنه احنا ماكو فرق بين هذا كل اثنين القاسم بموضع واحد. نعم نحامي البلد هذا البلد العريق جمجمة العرب. نعم وبالنسبة للدول المانحة اللي ما شغلت الكويت والله إذا سلموها هاي الأصابع لا يأكلونها مثل ما هسه متعاركين على الموازنة مال الشعب العراقي فكل من يخلط الحزبة. نعم وأنا أحيي الشيخ جواد الخالصي اللي حرم وأفتى بحرمة هاي الانتخابات على هاي الوجوه الكالحة وحي مقداد من الحلة الشيخ بخطمة الجواد أكد على هذا وإن شاء الله عبد الملك وذول مراجعنا اللي راح يوحدون الشعب العراقي إذا هذول إن شاء الله هم اللي راح يوحدون الشعب العراقي هي هاي المرجعية الصحية. إحنا مرجعية ما تجينا من إيران وتبطينا فتاوي وذولا كلهم ضمن الشعب العراقي سنة وشيعة وكرد. نعم غير أقول الشيخ علي السيستاني يدحد على العصابات اللي جاية تبوق وتصرخ وهدرت من دم الشعب العراقي وباقي أموال الشعب العراقي غير أكون يطلب فتوى على هاي الجرائم. نعم وهم اللي راح يتحملون المسؤولية هي المرجعيات اللي لازمتهم هي اللي راح تتحمل المسؤولية والعراق ما راح يضل يتيامة بيد هاي الميليشيات السائبة. نعم أبو أحمد يعني نعم. لما الدول تتخوف من تقديم معونة ومنحة إلى العراق وهي متأكدة أنه هذه الأموال يعني راح تذهب إلى جيوب الفاسدين وتدور ضمانات تريد ضمانات يعني وصل المجتمع الدولي إلى قناعة أن الحكومات اللي إجت بعد الاحتلال وخاصة في فترة نور المالكي وحاليا اقتنعت بأنه هذه الحكومات هي اللي أهدرت أموال العراق يعني تخيل أنه راح يخلون مراقبين دوليين يعرفون وين الأموال راح تروح وين راح تصرف وين وصلنا إلى هذا الحال. قاعد نتكلم عن السيادة وعن الدولة وإلى آخره والمحاسبة ومحاربة الفساد يقول لك نعطيك فلوس نريد ضمانات نريد مراقبين. نعم أبو أحمد الأستاذ عمر بعد ما يثقون بهاي الحكومة هاي مو حكومة عصابة بعد ما يثقون بهاي الحكومة وهاي كلهم راح يتحاسبون فراح يتحاسبوا على أموال الشعب العراقي وين ديبات وين راحت وين أخفوها ترى أمريكا بالها طويل أمريكا تحاسبهم على كل الجرائم وعلى أموال الشعب العراقي وراح يجيهم يوم إن شاء الله والله لا يتحاسبون. نعم أبو أحمد وإحنا نطالب الجامعة العربية سان عمر الجامعة العربية والدول العربية لأن العراق جمجمة العرب يعني ما يصير يخلون العراق تائه بناء الميليشيات لأن دولة مو مهنيين يعني هذا صلح مصاعد هذا بيع محابس هذا بيع قمصة يا أخي لا خريجين ولا كليات ولا يفتهمون بإدارة البلد ولا هم مهنيين. نعم أنا أشكرك أبو أحمد أنا أشكرك أبو أحمد من الرمادي كان معنا اتصال أبو عمر من السليمانية. تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله على كافة قناة الرافدين. أهلا بك.
استاذ عمر، بالنسبه لمؤتمر المانحين زين ادري بالله دول ما يستحون يجمعوا 10 مليارات 20 مليار، وانت عندك اكثر من 1000 مليار مسروقه وموجوده هاي الاموال بالداخل وبالخارج بنوب اوروبا، روح جيب لك 50 مليار 100 مليار، عم البقيه محلل وموهوب روح، بس رجع البقيه تروح جاي جدي من هاي الدوله وهاي الدوله يفرضون عليك شروط. هي نفس الاموال المسروقه من العراق الموجوده في البنوك الغربيه، هاي ما راح تشرحها من شعر جلدتنا ماكو، او تنطينا اياها وفق شروط. ليش يقوصر تنطيها شنو ببلاش غير امها وابوها؟ هي هاي الاموال المسروقه مالتنا الموجوده، هذول الحراميه اللي سرقوها، وراح يقول لك يابا هذا مؤتمر المانحين. بس هم عدم شروط، هذه الشروط هو القصد من عدم سياسيه. قطع يد ايران، تدمير ايران، تدمير كل اتباع ايران اذنابها ووكلائها بالعراق. هاي الميليشيات الطائفيه يقول لك انا ما انطيك الاموال، وانت الطائفيه موجوده عندك، وعبيس وعليوي رايح للرمادي وللنجف هناك يحكم مصلح بيده، ها؟ ويريد من هاي الشركه رشوه ومن هذا المهندس رشوه، ويوميا اذا ما يدفع يخطفون فلان عامل وفلان مهندس وفلان مدير شركه يهددوه بالقتل. فيقول لك هذه المسائل احنا ما نقبل بها. هم ما ينطوا اياها المره يجي قوطره، ترى ذولا مو ذولا يعني اقول لك داهيه. نعم ابو عمر، الوزير وزير طبعا ما كشف عن اسمه العرب الجديد، يقول سمعنا من مسؤولين غربيين على هامش مؤتمر دافوس بأن حتى الدول التي ستشارك لديها تخوف من موضوع ما الذي يضمن عدم عودة الإرهاب مرة أخرى لتدمر المدن وتذهب المليارات التي سنتبرع بها، والسياسة هي نفس السياسة للحكومة، لم تتغير فيما يتعلق بالشق الطائفي بالتعامل مع العراقيين. هذا حديث من وزير في حكومة حيدر العبادي وحاضر في مؤتمر دافوس وسامع هذا الحديث من مسؤولين غربيين. أستاذ بالنسبة لكلام الوزير قلت لك هم راح يخلون شروط تعجيزية، لكن هذا حيدر هل هو بجدها؟ هل هو الرجل المرحلة مثل ما يقول قائد الأمة وبطل الأمة وفارس الأمة؟ لا، هذا كلاوات، هذا لا يقدر يحل ولا يربط، يحتاج الى اشخاص اخرين وجوه اخرى يبدلوها يجيبوها يعرفون شو يسوون. نعم. مثل ما يقول يقولون خلقتها للسياسه بالعراق عسكريا سياسيا اقتصاديا، هم راح يحطون شروط تعجيزيه يطلعون عيون السنين. نعم. انت ما تقدر تجيب لك بوكه، والله شنو هسه صار لك جذع مرجع له 100 مليون دولار، ولك هاي 100 مليون دولار انت مرجعها، انت مسوي مساومات معهم. لانه العدد اللي قبضت عليهم على اساس القيس القبض عليهم يبلغ عددهم 900، هذول انت ما تقدر تحاربهم ولا تلقي القبض عليهم، هذول عندهم عوائل وعشائر وعندهم احزاب، هذا كله راح ياثر على رصيدك الانتخابي، هذه كلاوات تضحك على 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 ناس هذول اللي يصدقون بيكم ماكو، اما ما تجي تضحك على كل واحد انسان مسلم مؤمن موحد بالله، لا هذا اضحك بيه على نفسك يا حيدر، انت سويت مساومات رجعت لك 100 مليون 200 مليون، انت اذا 100 مليون مرجع لك لحد يحتاج لك 10,000 مره 100 مليون الى ان ترجع 1000 مليار، 10,000 مره 100 مليون. زين؟ نعم. نعم استاذ عمر. انا اشكرك. بالنسبه الى مؤتمر المانحين. نعم. يعني ما تتوقع ينطوا، والله اذا ينطوا ينطوا مثل ما قوط الحد. والله العظيم يطلعون عيونهم اذا ما يتغير السياسه كاملها والمسائل الامنيه تتغير بالبلد، ماكو قيس زباله، وهذه هذه 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 البحروري ابن ايران العار جايين نسوي لها ابن العراق البار تكولوجي. ها أبو عمر كان معنا من السليمانية، شكرا لك. أعزائي المشاهدين مستمرون معكم في تقديم هذه الحلقة ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. Thank you.
أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. النائب في البرلمان عبد الكريم عبطان يقول الحديث عن وجود مخاوف للدول المانحة حقيقي، وهي مخاوف كثيرة ومتفاوتة بين دولة وأخرى. أضاف بأنه توجد دول تتخوف من موضوع عدم قدرة الحكومة على معالجة الخلل الذي بسببه ظهر داعش، ودول أخرى تتخوف من عملية دفع أموال أو مبالغ بشكل مباشر للعراق كونه لا يزال في صدارة القائمة بالدول الأكثر فساداً بالفساد المالي. لذلك اقترحنا قبل يومين، يقول، على عدد من تلك الدول أن تعطي المبالغ التي خصصتها للعراق لشركات تابعة لها أو شركات هي تختارها لتنفيذ المشروع. من جهته النائب محمد نوري العبد ربه قال، وهو قيادي طبعا في تحالف القوى، قال بأن كثيرا من الدول اليوم تطالب بأن تتعامل مع عراق مدني لا ديني، وهذا من حقهم، يقول. وهو كذلك أوضح لصحيفة العربي الجديد في حديث صحفي بأن العراق بحاجة لدولة مدنية تبتعد عن الدين وعن الطائفة حتى ينتهي التعسف وينتهي الاضطهاد وتنتهي الانتهاكات. وأعتقد أن رئيس الوزراء حيدر العبادي يحاول أن يفعل ذلك، لكنه مكبل من قبل كتل سياسية معروفة. هو لفت إلى أن الدولة المانحة تريد عراقا مدنيا لا تمييز لطائفة على أخرى فيه، وتعتبر أن بقاء الوضع هشا يعني احتمال عودة الإرهاب والخراب، وهذا رهين الإصلاح السياسي للحكومة. وأضاف بأن الأمور تشير إلى تقدم بشكل عام في حكومة العبادي، لكننا نحتاج إلى انفتاح وتفاهمات وإعطاء العراقيين حقوقهم بصرف النظر عن طائفتهم أو دينهم، ومشاركتهم الحقيقية في بلادهم، ووقف تصنيف المواطنين. وإذا مضينا في ذلك سنكون أمام دولة مدنية. هو أعرب عن اعتقاده بأن الدول المانحة تشعر بقلق من موضوع السلام الداخلي في العراق والفصائل المسلحة والميليشيات وانفلات السلاح التي لم تعالجها الحكومة، وهذا سوف يؤدي إلى أو سيهدد بحرب داخلية في العراق لا سمح الله. طبعا كما أشرنا بأن مؤتمر الكويت يعني يسعى إلى جمع 18 مليار دولار لإعادة إعمار العراق، وطبعا كما أشرنا أنه المؤتمر سوف يعقد في 12 ولغاية 14 من هذا الشهر. طبعا الحكومة كما تشير مصادر في داخل الحكومة عاجزة عن تقديم برنامج واضح لإعادة إعمار أكثر من 200 مدينة مدمرة، عوضا عن آلاف القرى شمال وغرب ووسط البلاد. هناك يعني تشتت في التخطيط من قبل الحكومة وعدم تقديمها برنامج واضح يوضح ويبين لهذه الدول التي سوف تقدم المعونة وتقدم المنحة المالية كيف سوف تقوم ببناء هذه المدن المدمرة. معنا اتصال أبو أيمن من عمان. تفضل أبو أيمن. لك وللقناة ولكل العرب، لكل الناس الشرفاء، حياك الله وسهلا. سيدي الكريم، أنا بحب أجي من الآخر دائما. نعم. ماشي. شوف لأي حد وصل استخفاف هذولا الناس، أقصد الغرب بينا. ما أتصور هم دمروا اللي دمروه حتى يعيدوا بناؤه. هم دمروه لأنهم بدهم الأرض بما فوقها وتحتها بدون ناسها. نعم. وهم عم بقتلون أهلا من الجوع، وحقيقة مع الأسف أول ناس رح يموتوا من الجوع وإحنا نتفرج عليهم ما قدرين نسوي شيء أهل غزة. حقيقة إحنا يمكن في عنا امتدادات، في عنا زراعات إشي، بس هم ما عندهم. الأرض عليها 3 ملايين نسمة، وتصور كلياتها ما تيجي قد حي بغداد. هذولا راح يموتوا من الجوع، وهي أحدث طريقة للقتل. نعم. لهم الله وللجميع. زين أبو أيمن، يعني أنت برأيك كمواطن عربي، يعني عندما دول غربية داعمة للحكومات بعد الاحتلال تتخوف من أنه هذه الأموال راح تضيع، تتخوف من أنه الأموال
سوف تذهب إلى جيوب الفاسدين، تضع شروط على حكومة العبادي مثل وضع مراقبين من الأمم المتحدة من دولها حتى تراقب هاي الأموال وين تروح، يعني وصلنا إلى هذا الحال. إيه والله إذا بدنا نأخذها على علاتها زي ما قالوا هم، فعدم ثقة بكل الموجودين. بس أنا برجع وبقول لك، قلت لك إياها، إنه هم بدهم الأرض فقط بدون ناس، وبدون بدهم اللي تحتها البترول، واللي فوقها الثروات 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 الموجودة بأرض الأكراد واسمه وأم الربيعين. سيدي هذا الموضوع مش بس عندك، ترى كل الشعب كل العالم عم بيجوعوا فيه، كل العالم الإسلامي عم بيجوعوا فيه، بدهم يقتلوا هاي الشعوب. بس الشعوب الثانية العالم الإسلامي عندها مواردها. المصيبة أن إحنا هون ما في عندنا موارد. خلي واحد عندكم يزرع بذرة حنطة واحدة، شوف شو يصير بيه. نعم، أنا أشكرك أبو أيمن من عمان كان معنا. نقرأ رسالة واتساب. طبعا صراحة هناك رسائل طويلة جدا لا نستطيع قراءتها، لا يكفي وقت البرنامج. مثلا بيت بغداد تقول: بات واضحا لجميع دول العالم بأن العراق تحكمه عصابة من اللصوص والفاسدين الذين بدأوا أو الذين بددوا أموال العراق، العراق الذي حباه الله بالخيرات وموارد طبيعية كثيرة. المؤسف تقول بأن العراق العظيم أصبح تحت رحمة المعونات. الدول المانحة تعرف حق المعرفة بأن الأموال الممنوحة سوف تذهب إلى جيوب اللصوص والفاسدين الذين أهدروا ثروات العراق. نرجو من يعني المرسلين أن يرسلوا رسائل قصيرة لا تتجاوز سطرين حتى نستطيع قراءتها. معنا اتصال سامي من بغداد، تفضل سامي. عمر تحياتي حضرتك. أهلا سامي، برأيك أنت يعني هاي الدول المانحة بدل ما تعطي فلوس للحكومة، ليش ما تجي شركات كبيرة عندها مثل دول، طبعا دول على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، الصين، ليش هاي الدول ما يعني ترسل شركات، كل شركة مثلا تنفذ لها مشروع مشروعين في مدينة معينة وتخلص؟ نعم. من هذا الضجيج وهذا التخوف من أنه الأموال سوف تذهب إلى جيوب الفاسدين. ما أعطي أموال، أعطي بناء أنا أشرف عليه مباشرة، ما المانع من ذلك برأيك؟ أستاذ عمر، بس أقول لك هيك فد موجز صغير على هاي المسألة. نعم. وبعدين أدخل بموضوع اللي أنا أريد أقوله. تذكر المرحومة هاي زوها حداد؟ نعم. كان فريق من البنك المركزي من هنا راح إلى لندن. نعم. صراحة يعني أنا هذا عندي معلومات كافية على. نعم. هذا الموضوع. قعدوا معاها وتحدثوا معاها، قالت لهم اسمع، احنا نعرف بهالعمولات وهالكيكات. نعم. هاي تاخذوها طبعا، يعني أنا آسف يعني، بس لا، هي تحدثت صراحة يعني الله يرحمها الفريق. سامي تحدثت صراحة عبر وسائل الإعلام بأنها قدمت مشروع لإعادة إعمار العاصمة بغداد ولكنه رفض، يعني تم رفضه وتم القبول بمشاريع أخرى. كنا نتذكر هذا الموضوع. ليش؟ تعرف ليش يا أستاذ عمر؟ قالوا لها إحنا يعني نريد ما عندش مثلا عقد وكذا، بس رادوا يأخذون ما عندها فلوس، يعني رادوا يسووا لها كميشنات وشغلات. قالت لهم لا، أنا أخذ هذا، أنا أسوي كله، أقدم لكم تصاميم وكل شيء وانتم تطلعون حسابي. يعني هم لا، أرادوا بشغلة أخرى. قعدوا بقوا بلندن حوالي 3-4-5 أيام، تونسوا ورجعوا وما سووا هذا الموضوع، طقوا صور وياها وكذا. يا أستاذ عمر، الدول الغربية ضحك عليها الصراحة، يعني ضحكوا على، قالوا لك هذول شو هالجانب هذا من الشعب العراقي، صدق يا أخي مظلوم، صدق كذا كذا كذا. انضحك الدول الغربية كلها وأدت بجيوشها في سبيل على أساس كذا وعلى أساس الجماعة هنا، حتى لا يقول يدخلون بإيراد ومصرف. نقول الجماعة هنا راح يستلمون العراق وإن شاء الله يصير شو اسمه، يعني حتى يقوموا يدزون ناس منا للقمر يسوون استثمارات بالقمر يا أخي. نعم. قد ما يطور العراق بيديهم هؤلاء. نعم. بدل ما الشعب العراقي هو يستلم بلده سنة وشيعة، مثل ما أخونا أسلم علي أخونا من كربلاء محمد وكذا وهاي. لا، استوى أعطوه الزمرة طغمة حاكمة
صراحة شيعية هي مستولية على البلاد، هي على أساس إنه الحكم إنه وكذا. ماذا فعلوا؟ يعني هم أكو سياسيين سامي، خلينا نكون واقعيين، سياسيين يدعون أنهم يمثلون السنة، هم سرقوا وما قصروا يعني مليارات ما شاء الله. بس بس, بس يا نعم. يا أستاذ عمر أشتكى صراحة ذاك يعني تذكر من وزير الدفاع العبيدي قال أنا ما أقدر أحرك فصيلي يا شباب، ما أقدر أقدمه منا إلى هنا، يعني ماشي. في سياسيين سامي نرجع السؤال، هاي الدول الكرة بملعبها تدور الآن ضمانات، يعني مثل ما نقول إحنا بالعراقي هي صاحبة هي المترهية على الأمر، تريد ضمانات، ويبدو أنه الحكومة موافقة على هذا الشيء من إرسال مراقبين وكذا. نعود إلى التساؤل، بدل ما أعطي أموال ليش ما أرسل شركات مباشرة وهي تنفذ المشاريع؟ مشروع قيمته مليار أنا أدز الشركة تنفذه وتبني، كان مستشفى أو جسر أو بيوت أو شوارع، وبعدين أطلع، بدل ما أعطي مليارات وتعال ذولا مراقبين واحسبوا لهم رواتب، ومراقبين من الأمم المتحدة، مراقبين من الدولة المانحة، مراقبين من جامعة الدول العربية، وذولا هم لهم رواتب لأن راح تروح الفلوس على الرواتب ما ذولا المراقبين، الشركة هي تنفذ وأبوك الله يرحمه. رحم الله والديك أستاذ عمر، لن يسمح بهذا الأمر، مع أنه هي خزي وعار على العراق انه ياتون الناس وما يثقون بهم. هي المشكله صارت قلت لك، عندهم تجربه الدول الغربيه تعالوا وكذا وهذا وحررونا واحنا نسوي العراق جنه، لا كلها صارت بيد حسب ما تفضلت احنا اماتنا، ما هذا سياسيين سنه وشيعه سرقوا البلاد والعباد. بس السطوه والكذا أكثرها سياسيين الشيعة، هم بيدهم الأمر وهم بيدهم مقاليد الدولة، وهؤلاء لن يسمح للشركات تأتي وياراتهم نفعوا المحافظات الجنوبية. أبدا أبدا يا أستاذ عمر، يعني مشكلة يا أخي. بس إحنا من نتحدث بحرقة، لأن أكو صوت شيعي قوي بالوسط والجنوب ما يتحدث ما يحكي، يقول لك دولة مو أخوانا يا عالم، هذول أهل المناطق الغربية شردوا وكذا. لا بالعكس، لا لا يتحدثون سامي، يعني احنا راح نسمعك ونسمع للمشاهدين مقتطف من محافظة البصرة يرفض الخطاب الطائفي الذي ظهر قبل أيام، والذي يحاول شحن الشارع العراقي للذهاب للانتخابات والتحريض على الآخر. نستمع إلى هذه الآراء من محافظة البصرة. يعني أصبحوا مبدعين وفنانين بالدعايات الانتخابية، لأن يومية يطلعوا لك بشكل، كل دورة انتخابية يطلعوا لك بشكل. وشنو يعني أنت بقيت السنوات ما اشتغلت، تدي هاي السنوات تشتغل؟ فأعتقد هاي كلها دعايات ويعني مثلا مسألة جديدة حتى يرغبون الناس العراق. وأنا أعتقد أن هذه الخطابات الطائفية أصبحت فد شيء مستهلك، وكل الدعايات الانتخابية وكل الامور اللي تتعلق بالجانب الانتخابي اللي يستخدموها بعض الساسة. احنا طبعا عتبنا مو بس على السياسيين، زين عتبنا على المواطن، انه المفروض هاي الامور ما عادت تنطلع عليه، زين انه المفروض ينبذون مثل هكذا خطابات، زين ويوقفون بوجه كل شخص يعني يدعي انه طائفيه من اجل يعني انه ينول المصالح. نعم إذا سامي بعدنا أكيد استمعت إلى هذا المقتطف. مالك أستاذ عمر. نعم. الشعب ما يخالف، الشعب ترى أنا أقول لك اللي يتحدث بهذه المسائل يعتقل ويرمى في السجون. أنا أقول لك إذا يريد يعالجون هيك مسألة، زين يا أخي 40-50 قناة صراحة يعني أكثرها شيعية تتحدث على المظلومية وتتحدث على قتل أهل السنة وتتحدث على أستاذ عمر. أنا أقول لك شغلة يعني شيء بسيط، زين سووا قانون الميليشيات في سبيل حتى يجزوهم إلى المناطق الغربية، سووا رموا قانون الحرس الوطني اللي بشوية شغلة سنية مثلا يدخلون بها وكذا. نعم سامي من بغداد، أنا أشكرك. سامي من بغداد كان معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لحضرتك من القناة. أهلا بك أخوي العزيز. أستاذ عمر، هي الحكومة من تطلب مساعدة من الدول لإعادة إعمار المحافظات المدمرة؟ نعم. طيب قبل يومين أنا سمعت خبر بأنه لجنة النزاهة استعادت مليارات الدنانير من الفاسدين.
وين صارت هاي المليارات؟ بعدين استاذ عمر يعني هي الدول اللي تريد تقديم المساعده بعد ما عندها ثقه بالحكومه لان عرفت بان كل الحكومه فاسده وما عندها استعداد تنطي دولار واحد للحكومه. والله بصراحه انا كنت افكر اقول بدل ما الدول تمنح هاي المليارات للحكومه ليش ما الحكومه تكون تقول يابا جيبوا شركاتكم وخليها تدخل للمحافظات المدمره وتعيد اعمارها على شرط ان يوفروا لهم الامان. لكن بنفس الوقت والله رجعت وقلت شنو الضمان اللي ينطوه ما دام الميليشيات موجوده واحتمال ترجع تدمر نفس هاي المحافظات من جديد وبشتى الاعذار. طبعا استاذ عمر كل الفاسدين بالوقت الحاضر مهيئين نفسهم لتقاسم المبالغ اللي ينتظرون توصلهم من الدول المانحه. نعم. وبصراحه استاذ عمر ما دام ايران تدعم الميليشيات والميليشيات الطول والجول بالبلد ما راح يصير امان بالبلد خصوصا المحافظات السنيه. يعني لا يبلون انت لتحكي بالطائفيه، والله عمرنا ما كنا نحكي بالطائفيه، لكن السياسيين وقاده الميليشيات وايران هي اللي دخلت الطائفيه بين الشعب. الشعب سنه وشيعه متحدين دائما ودائما متناسبين بيناتهم وقريبين على بعض وما واحد يجيب طار الثاني باي شيء، لكن السياسيين والميليشيات وقاده الميليشيات اللي تابعه لايران هم اللي جابوا الطائفيه وخلونا اياها. وانا بس اسال يعني اكو مناطق سنيه وشيعيه ببغداد كانوا موجود بيها سنه وموجود بيها شيعه؟ اسال استاذ عمر هسه المناطق هاي ايش قد عدد السنه اللي بيها؟ طبعا العدد صفر. حتى الجوامع استاذ عمر حتى الجوامع استولوا عليها الميليشيات ما خلوا بيها اي شيء. يعني يقولون لا تحسون على الميليشيات، والله ما نحكي على الميليشيات. ما يعرفون اللي دي يقولون لا تحكون، ما دي يعرفون اللي دي يصير بالمناطق السنيه. نعم. عمرنا والله ما حكينا بالطائفيه ولا راح نحكي بيها. ايران موجوده، ايران هي اللي دمرت البلد، بالاضافه استاذ عمر للسياسيين اللي يدعون بانهم يمثلون السنه. هم بالاساس فاسدين وما يمثلون السنه باي شيء. نعم. لان هم اول السياسيين اللي طعنوا بالسنه واستولوا حتى على المساعدات اللي تخصصت للسنه. وموجود المليار مدري جد اللي اخذها صالح المطلق. نعم. والناس واقفه بباب الجوامع تنتظر بطل زيت او تنتظرها قطيه معجون، وهم يجون يدخلون. انا شفتهم الله شاهد، انا شفتهم هم ذول السياسيين السنه كانوا يجون يدخلون الجامع ابو حنيفه والناس تتجمهر داير مدايرهم بس ينتظرون من عندهم مساعده، ينتظرون من عندهم يقدموا لهم شيء ولا مهتمين لهم. استقبل الله استاذ عمر. انا هذا الشيء معروف انه هاي الاموال المخصصه للنازحين يعني ملف فساد بحد ذاته، تم سرقه مليارات فيه. ابو ناصر من تركيا كان معنا، شكرا لك. ابو راشد من عمان، تفضل ابو راشد. تحيه لك اخ عمر وعلى المشاهدين المحترمين. يجب يا اخي لازم نحط نقاط على الحروف ونأكد طال عمرك شنو اللي حصل في العراق خلال 15 سنة الفائتة. الاحتلال هو جاء عن طريق الكويت والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، فهم طال عمرك هم يتحملون تكاليف الأعمار في العراق خلال 15 سنة اللي صار التدمير في العراق، وكان السبب هو من الدول المجاورة للعراق وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، والطرف الأخير هو إيران ومساعدات. وأما الحكومة الفاسدة في العراق طال 15 سنة حوالي تريليون دولار، أين اختفت طال عمرك هذه الأموال بالنسبه للعراق؟ اما بالمساعدات ان تكون الى الحكومه العراقيه الفاشله طال عمرك، وهي المختلسات لحد الان في العراق لاكثر من 15 سنة. وشكرا ويعطيك الف عافيه. الله يعافيك. ابو راشد من عمان كان معنا. اعزائي المشاهدين ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. اهلا بكم من جديد. في رساله على الواتساب يقول السلام عليكم ورحمه الله، اخي العزيز عمر، اذا وصلت الاموال الممنوحه لهذه الحكومه فهي ستذهب لتسليح عصاباتهم وميليشياتهم محمد الفارس.
طبعا 32 دولة لغاية الآن لم تؤكد حضورها، وعلى أساس أنه 42 دولة هي التي سوف تحضر في مؤتمر الكويت. طبعا كما أشرنا أن أبرز الدول المشاركة هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والسويد والنمسا وهولندا وكندا وأستراليا واليابان والصين وفنزويلا. على المستوى العربي الكويت إضافة إلى قطر والسعودية والإمارات ودولة تركيا من هذه الدول التي سوف تحضر إلى مؤتمر المانحين. المصادر يعني تحدثت بأن الدول المانحة سوف تلقي كلمتها في الجلسة الثانية للمؤتمر بعد الافتتاح وتعلن قيمة التعهدات، ومن المتوقع أن تصل إلى 18 مليار دولار، لافتا إلى أن منحة الكويت من المرجح أن تصل ما بين 100 إلى 150 مليون دولار. 18 مليار، وزارة التخطيط طبعا في حكومة حيدر العبادي تحدثت عن حاجة العراق إلى 100 مليار دولار لإعادة المدن المدمرة، و18 يعني حتى أقل بكثير من ربع هذا المبلغ. مين راح تجيب الحكومة باقي المبلغ حتى تستطيع إعادة بناء المدن المدمرة؟ طبعا المصادر تحدثت بأن المؤتمر سيقام بدعم من البنك الدولي، وبينت بأن مرحلة إعادة إعمار المدن المدمرة تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة بعد تحرير المدن. وهناك كما تشير هناك مخطط لإعادة الخدمات إلى المدن المستعادة، تليها مرحلة إعادة الإعمار وتأهيل القطاعات المختلفة، ويأتي هذا المؤتمر بعد تبرعات قدمتها الكويت منتصف 2016 لإنشاء مراكز طبية ومدارس ومستشفيات في عدد من المدن العراقية منها البصرة، بغداد، صلاح الدين، الأنبار ومناطق أخرى. نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله في مؤتمر صحفي قبل شهر تقريبا ذكر بأن الكويت شرعت بالاستعدادات اللازمة لعقد المؤتمر بعد إعلان أمير البلاد في وقت سابق عزمه استضافة مؤتمر المانحين الدولي في الكويت، وتم الاتصال بالبنك الدولي والحكومة العراقية بهذا الخصوص. معنا اتصال أم أحمد من السودان، تفضل يا أم أحمد. أم أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أم أحمد. أنا أهلين فيك يا أخوي. أنا اقتراح على الدول الأوروبية، شايف إنهم ها يأخذون الأموال ويوزعوها على المحافظات، يعني على البيوت كل واحد مهدوم بيته أو كل واحد عنده شهيد، وباقي الأموال ها يجيبون شركة وتبني كل شيء، يعني الاغتراب، الآثار، ما آثار الأسواق، البنايات الحكومية الأهلية، هاي يجيبوا شركات من برا وتبنيها وما يعطون الفلوس حق هاي الحكومة. وبعدين في عندي نقطة ثانية، هي الخربة العراق، هي الدول الحين المانحة، هي دول الخليج هي جابت هالمصيبة وجابت هالمشاكل للعراق، وهي دمرت العراق وهي ذبحت شعب العراق، هي السبب، وهي السبب المفروض غصبا عليها انها كل شيء يتعمر وكل شيء تسويه غصبا عليها، المفروض الدول الاوروبيه تضغط عليها. وبعدين الدول الاوروبيه انقشت، قشوها وكذبوا عليها وقالوا لها العراق خطأ على الامه العربيه وخطأ عليكم، وخليهم يعني نفخوا راسهم ولعبوا بعقلهم وجابوا الدول الغرب حق العراق، خلوها يدمرون العراق. المفروض هم يتكفلون بكل شيء، حتى الشهيد، حتى الواحد اللي عنده بقرة أو عنده حيوان ها إن ذبح أو مات، هم يتكفلون يدفعون كل شيء، حتى الشجرة، حتى النخلة، حتى النخلة طاحت أو احترقت. أم أحمد من السودان كانت معنا. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك بك.
الدول المانحة راح تودع فلوس، أنا صدقني هذه الفلوس راح تروح بجوب الفاسدين. نعم. لازم تلتزمها دول عندها كلمتها وعندها يعني عندها ناس تمشي بأمور الأعمار، ولا لا تجي للحكومة حكومة اعتيادة راح تقمطها العصاباتهم الحساباتهم المالية بالخارج. نعم. برأيك شنو الحل؟ هو على خذ على يجون يعني هم جادين بناء المدن المدمرة يجون شركات هم مسؤولين عليها. يعني أنا ما أعتقد أي واحد من دول السياسيين يلا عصير فلوس عصير المن بيجيهم، فدول يعني هم لصوص بقوا على صار 15 سنة يعني تخرج منهم. فأنا أقترح بين يعطون فلوس شركات ويلتزمون بالعمل يشتغلون بيها، هاي ما يبنون ولا أبوك ما يبنون. نعم. أبدا. نعم أبو حسن من بغداد كان معنا، شكرا جزيلا لك. طبعا تحدثنا في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين حول شروط فرضتها الدول المانحة على حكومة حيدر العبادي وضمانات لمعرفة أين سوف تذهب هذه الأموال، وبعد ذلك سوف تحضر إلى مؤتمر الكويت المقرر كما أشرنا عقده في هذا الشهر يوم 12 لغاية يوم 14، وإرسال مراقبين من الأمم المتحدة ومن هذه الدول لرصد ومعرفة أين سوف تذهب هذه الأموال. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.